السلام عليكم. معركة الحديدة، العنوان الذي تم ترديده حين من الدهر، لكنها اليوم قاب قوسين أو أدنى من الواقع. هذا ما يقوله غبار المعركة في الساحل الذي يعيش نفير الحرب بالصوت والصورة، الحرب بالمدافع وكذا بالبيانات والتصريحات التي أصبحت فيها الحديدة حاضرة محليا وفي الأروقة الدولية أيضا. تواجه الشرعية والتحالف العربي أنظارهما على الميناء والمطار، وتتوغل القوات صوب الدريهمي التي تبعد عن مدينة الحديدة 18 كيلومترا فقط كما تشير المصادر الميدانية. المدافع التي تقول كلمتها على أبواب الحديدة ليست مدافع رمضانية بالطبع، هي المدافع التي أعلنت الشرعية اليمنية أنها استنفذت قبلها كل الخيارات السياسية والسلمية لاستعادة المدينة، لتعلن ما أسمته معركة التحرير مسنودة بالتحالف العربي وقوات ميدانية تسمى قوات المقاومة المشتركة. لكن السؤال يقول، على ماذا تتكئ الرئاسة والحكومة في إسنادها الواسع لمعركة الحديدة؟ هل هناك اتفاق واضح بين الشرعية والتحالف بضمانات تجنب اليمنيين تكرار ما حدث في عدن؟ لماذا لا يتم تدشين ميناء المخا كمنفذ للمساعدات الإنسانية في ظل المعارك الدائرة في أبواب الحديدة؟ ثم ما هي جدوى وأثر معركة تحرير الحديدة في تجفيف منابع إمداد الحوثيين وفي إنهاء قدرتهم على تهريب الأسلحة وفي تسهيل تحرير حجة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ هذا النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. اشتدت المعركة على أبواب الحديدة، وباتت أصوات المدافع تدوي في أرجاء المدينة الساحلية التي كان يصفها الحكام المتعاقبون بالمحافظة المسالمة، لكنها اليوم تقول الكلمة الفاصلة من خلال المقاومة التهامية المسنودة بالجيش والتحالف العربي. أرتال عسكرية تتجه صوب الحديدة والمعركة فيها مفتوحة، لا تحصينات جبلية في ساحل مفتوح باستثناء أكياس الرمل. وبحسب مصادر ميدانية تشتد المعارك في الليل وتهدأ نسبيا في النهار. تباينت ردود الأفعال حول المعركة، لكن المؤشرات الميدانية تقول إن ثمة معركة واسعة تطرق أبواب الحديدة من جهات عديدة، وإن ثمة تطويقا بحريا يحيط بالمدينة باتجاه الدريهمي التي تشتد حولها المعارك. من الناحية السياسية، دشن الرئيس هادي معركة الحديدة بدعوة مباشرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية للحسم العسكري لتحرير مدينة وميناء الحديدة، بعد أن وصلت الأمور في المحافظة إلى درجة الكارثة الإنسانية التي لا يمكن السكوت عنها جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية. الحكومة من جهتها أكدت مضيها نحو إعادة الشرعية إلى كامل التراب الوطني، مشيرة إلى أنها استنفذت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت أكثر من مرة المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني وخاصة أبناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التي حولت الميناء إلى ممر للخراب. مكتب المبعوث الأممي من جهته أصدر بيانا متعلقا بالحديدة، قال فيه إن التطورات العسكرية في المدينة مقلقة للغاية، محذرا من أن التصعيد العسكري له عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الصعب في البلاد، وسيكون له أثر سلبي على جهود استئناف المفاوضات السياسية. الهاجس الإنساني هو الحاضر الأبرز خصوصا في المدينة التي يعيش سكانها أوضاعا صعبة منذ الانقلاب والاجتياح، في ظل الدعوات المتكررة بضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي وديع عطا. أهلا بك أستاذ وديع. مرحبا، حياكم الله. كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام بهاء خليفة، القائد الميداني في لواء تهامة. أهلا بك سيد بهاء. تسمعوني؟ نعم اسمعك. إذن لو تطلعنا بداية عن آخر تطورات المعركة، معركة تحرير الحديدة التي يبدو أن تسميتها الرسمية معركة النصر الذهبي، ما هي آخر مستجدات في بخصوص هذه المعركة سيد بهاء؟ بداية نشكر الأخ الشيخ زايد عبد الرحمن جاي هجري
نشرت وقائد عملية نصر وتحرير الحديدة بإذن الله. المعارك مستمرة إلى الآن والخطوات تجري على قدم وساق. هناك مراحل وعدت محاور لتحرير المدينة من الميليشيا الإجرامية. صادف اليوم إنزال جوي كان عن طريق سطور الجو وبإثنال المقاومة التهامية وبإثنال من قوتهم الجنوبيين. قابله زحف من أبطالنا العشاوش في مناطق عدة وعدة محاور في وادي خفضة في الدريمي نزولا إلى النخيلة عبورا إلى المطار. المعارك إلى الآن لا زالت مستمرة وساعة الصفر دقت وعازمة على التحرير بإذن الله. في الساعات القليلة القادمة سنكون في قلب عاصمة الإقليم الحديدة تهامة بإذن الله. والنصر قادم وهذا ما وعد به الله. وكان في عوننا مساندنا من الأخوة الجنوبيين وشكور الجو الإماراتي. لو تتحدث أكثر عن طبيعة القوات المشاركة في هذه المعركة السيد بهاء. القوات المشتركة مساندة حقيقية لإخواتنا المقاتلين هناك. دعمهم اللوجستي، دعمهم من الطيران، دعمهم في القوات المسلحة البرية. الدعم لا يخفى على أحد والمساندة مساندة حقيقية بالدماء ولله الحمد. هذا ما عهدناه من الإخوة الإماراتيين والإخوة الجنوبيين في آليات العمالقة. طيب كيف تتوزع الآن خريطة المواجهات بالنسبة للألوية العسكرية؟ ما هي الخارطة التوزيع بالنسبة للقوات؟ الخارطة جاهزة ومعركة التحرير منسق لها من قبل وبتكون من عدة محارب بإذن الله. ولا الطيران بيتدخل إن شاء الله والإنزال بيكون أحد الحلول العسكرية للتحرير ومن ضمن الحلول الخاصة بالمعركة. وهناك أشياء سيتم الإفصاح عنها ولا ساعة القليلة كثيرة بتوضيح كل شيء. أشكرك إذن بهاء خليفة القائد الميداني في لواء تهامة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك أستاذ وديع، سمعنا بعض مما تفضل به الأستاذ بهاء حول طبيعة التقدمات التي حدثت. ما هي التفاصيل الدقيقة بخصوص معركة الحديدة؟ ما دلالة التوقيت أيضا؟ حقيقة أن التوقيت جاء متأخرا، يعني كان قبل عام تقريبا كانت قد بدأ الحديث عن ضرورة تحرير ميناء الحديدة الذي يعتبر الحبل السري للميليشيا الانقلابية التي كانت قد سطت عليه في أكتوبر 2014 بعد حوالي أسبوعين من سيطرتها على العاصمة صنعاء في انقلاب سبتمبر المشؤوم. الحديدة بأهميتها الرئيسية كونها يعني تستقبل 70% تقريبا من الواردات التجارية التي تغذي أغلب المحافظات اليمنية، تفرض أهميتها بشكل طبوغرافي وجيوسياسي كذلك. يعني الحديدة تمتد على شريط ساحلي لا يقل عن 300 كيلو يبدأ من اللحية وينتهي إلى الخوخة، وهي كذلك ثقل سكاني أيضا، المحافظة الثانية بعد تعز وفقا للتعداد السكاني ل 2004 آخر تعداد سكاني رسمي، هي الثانية بعد تعز تليها إب. الحوثيون سيطروا على كل موارد هذه المحافظة، وهي أيضا حتى اللحظة لا تزال هي تحتوي أكبر مخازن الإغاثة على مستوى الجمهورية اليمنية. 70% تقريبا من الإغاثات تصل إلى الحديدة كذلك. الحوثيون يتاجرون بهذه الإغاثات، الحوثيون يتاجرون بكل الموارد التي يسيطرون عليها في الحديدة، موانئ الاصطياد السمكي، موانئ المخازن النفط كذلك والمشتقات النفطية. استخدموا أيضا الميناء لتهريب السلاح، استخدموه أيضا لاستخدام كثير من البضائع المهربة ومن ضمنها أيضا المشتقات النفطية التي فتحوا باب الاتجار فيها على مصراعيه لكثير من رموز الانقلاب والميليشيا الذين يعني في شهر وفي فترتين وجيزة فقط أصبحوا من كبار حيتان التجارة في هذا المجال بالتحديد على مستوى الحديدة وعلى مستوى المحافظات التي يسيطرون عليها. وبالتالي فإن تحرير الحديدة سيجعل الحوثيون في جزيرة منعزلة تماما، سيقطع عنهم كل يعني أهم موارد يعني التمويل في لما يسموه بالمجهود الحربي، وستكون الهزيمة الحقيقية والانكسار الحقيقي للحوثيون بتحرير الحديدة. هذا الشق. الشق الثاني أيضا الذي يجعل الإمارات يعني تسرع سراعا إلى ميناء الحديدة بالتحديد عبر الطريق الشريط يعني الشريط الساحلي الشريط الدولي المرتبط بين الحديدة وعدن، يجعل يعني يعزز أيضا بأن هناك رغبة إماراتية بالإسراع نحو الميناء للحديدة المحافظة. وبالتالي الأرقام تقول بأن الحديدة 26 مديرية لم تتحرر منها تحريرا حقيقيا حتى الآن وكليا
إلا مديرية الخوخة فقط، يعني من 26 مديرية. طبعا الحديدة إذا ما قلنا بأن يعني سكانها لا يقلون عن 3,700,000 نسمة، فإن المحررين حتى الآن لا يزيدون يعني يتراوحون ما بين 200,000 إلى 150,000 نسمة فقط. لماذا يعني خط التحرير السريع الذي يعني في التطور الدراماتيكي غير المسبوق بحسب وصف المحافظ نفسه؟ يعني قال بأن ما حصل يوم 28 مايو السابق كان تطورا يعني دراماتيكيا غير مسبوقا على مستوى تحرير الجبهات في اليمن بكله. يعني خلال ساعات أو خلال يعني وقت وجيز قطعوا أكثر 100 كيلو على الشريط الساحلي الذي لا تقع عليه المدن الحيوية، بينما الشريط الطريق المهم جدا الممتد وهو طريق الحديدة تعز والذي تقع عليه أكبر مديرية مثلا على مستوى الحديدة من حيث عدد السكان والمساحة، كذلك بيت الفقيه تقع عليه زبيد الجراحي حيس المنصورية هذه يعني والضحي والسخنة، هذه يعني قصدي والسخنة الضحي في الشمال، هذه المناطق لماذا لم يعني لم يتجه يعني طريق التحرير فيها؟ واضح جدا، هذا يطرح تساؤلات، واضح جدا نعم. بأن هناك خطة للذهاب إلى ميناء الحديدة بكلفة أقل. طيب لكن هذا الأمر لربما يضع هذه المديريات المحررة على الساحل على مرمى النار في نهاية المطاف، أليس كذلك؟ أم أنه ليست هناك خطوط يعني متصلة فيها مديريات الساحل بالمديريات الداخلية التي تتحدث عنها الآن؟ هناك حقيقة لابد يعني التذكير منها دائما بأن كل السلسلة الجبلية الممتدة يعني المطلة على الشريط الساحلي التهامي كله من حقة حتى شمير لا تزال بيد الميليشيا، ولا يخفى على الجميع بأنهم منذ 3 سنوات استحدثوا مواقع ومنصات جديدة ومخازن سلاح كاملة يعني داخل هذه الجبال، بل حسب المعلومات التي وردتني بأن لديهم معامل خاصة لتصنيع البارود أيضا كذلك في مثل هذه الجبال المطلة على الحديدة. الحديدة كمدينة مكشوفة بإمكانها أن تكون تحت أي ساعة تحت طائلة الصواريخ الحوثية والقذائف الحوثية، لكن إذا ما كانت هناك عملية عسكرية كاملة مدروسة وممنهجة تترافق أيضا مع عمل إنساني مدروس أيضا كذلك، لأن الحديدة ستكون يعني إذا ما دخلنا في يعني في أتون الحرب الحقيقية داخل مدينة الحديدة كمدينة فقط ناهيك عن المدن الرئيسية التي تحدثنا عنها قبل قليل، فإننا سنكون بصدد كارثة إنسانية حقيقية. أين سيذهب يعني 700,000 نسمة يسكنون مدينة الحديدة أو 600,000 نسمة يسكنون مدينة الحديدة؟ 60% منهم سكان الريف الذين لن يجدون حتى ما يأكلوه في الأخير. يعني لدينا اختبار حقيقي يفشل فيه الأمم المتحدة، كلهم يتحدثون عن الحديدة والملف الإنساني ملف الإنساني والكارثة الإنسانية، لماذا لم يفكروا بالكارثة الإنسانية منذ دخل الحوثي إلى الحديدة في أكتوبر 2014؟ منذ دخول الحوثي، والحديدة طبعا معروفة بأنها عاصمة الفقر في الجمهورية اليمنية، الحديدة فيها أكثر من 70% إلى 80% تحت خط الفقر، وأكثر حالات سوء تغذية حاد داخل الحديدة على مستوى المحافظات، وبالتالي فإن الحديدة بحاجة إلى أصلاً إلى إنقاذ إنساني من قبل أن تصل إليها الميليشيا، وتضاعفت المصيبة فيها والكارثة الإنسانية فيها بوصول الميليشيا. طيب سأتحدث عن هذه النقاط تحديداً أكثر وعن طبيعة التصريحات السياسية حول ذلك، لكن قبل ذلك الآن الحديث عن المعركة بداخل الحديدة وطبيعة القوات التي تنتشر هناك. كانت قبل قليل وكالة الأنباء الإماراتية تتحدث على مقتل 4 من جنودها المشاركين في العمليات، إلى أي مدى هناك مشاركة من قبل القوات الإماراتية في هذه المعارك؟ إلى أي مدى أيضا هناك مشاركة من قوات أخرى سواء من المقاومة الجنوبية أو من غيرها أيضا؟ ما هي طبيعة القوات المشاركة تحديدا وثقلها على الأرض؟ كنت أتمنى على أخ بهاء أن يعطيك الخارطة التفصيلية كونه في الميدان أكثر، لكن ما وصل إلي من معلومات يؤكد بأن القيادة الميدانية هي لألوية العمالقة التي تتبع إداريا المنطقة العسكرية الرابعة التي تتبعها تعز للمفارقة. الألوية العمالقة تتبع المنطقة العسكرية الخامسة، هذه المفارقة. يعني للأسف اليوم في أحد منشوراتي حينما ذكرت بأن الحديدة تتبع المنطقة العسكرية الخامسة وعلى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة ممثلة بقائد المحور المعين من قبل رئيس الجمهورية الشرعية اللواء عمر سقاف عليه أن يستلم هذه المنطقة لقيادتها، وهو ابن المنطقة وهو ابن الجراحي عمر سقاف. يعني بعض الأغبياء يعني يقولون هل تريد أن تسلمها لقيادات من حقة ومن المحويت، وعلى أساس أن قيادة العمالقة قادمة من التحيتة مثلا أو من زبيد مثلا.
نحن نتحدث عن معركة يمنية الآن يقودها يمنيون. يعني هو هناك أوكي. نقاط استفهام حول لماذا المنطقة العسكرية الرابعة هي أيوة. من تتولى عملية التحرير وتتولى العملية الخامسة. يعني من أمس البعض يذهبون في معارك فيسبوكية سابقة للريح. يعني هناك من يتحدث عن سماع دوي انفجارات داخل ميناء الحديدة، وهناك من رأى قوات إماراتية داخل مطار الحديدة، وهناك من رأى كله فيسبوك. يعني أقلقوا الناس، الناس لم يناموا أمس في الحديدة، الناس لم يخرجون بيوتهم أمس في كثير مناطق المتاخمة لمدينة الحديدة. لا تزال القوات حتى الآن بعيدة عن الحديدة بما لا يقل عن 18 كيلو بل 20 تقريبا في منطقة النخيلة التي هي جنوب غرب مديرية الدريهمي، ولا يمكن الدخول إلى 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 مدينة الحديدة نفسها قبل تحرير الدريهمي أصلا، لأنها متاخمة تماما، وبعد الدريهمي تماما معك يعني منظر وهي اولى يعني المناطق الانتخابيه التابعه لمديريه يعني لمدينه الحديده. وبالتالي يعني اتمنى انا من المفسبكين والاعلاميين وهؤلاء الصانعي المعلومه السفري هؤلاء ان يرحموا نفسيات الناس قليلا، لان هذه تؤدي الى نزوح ناس وتقلق ناس وتجعلهم يختبئون داخل بيوتهم ولا يحتمل البقاء داخل الحديده. الحديده درجه الحراره فيها لا تقل عن 45 يعني عن 45 درجه يعني نصر. والناس لا يستطيعون من القلق ومن الخوف الراجع والقذائف المحتمله كذلك والهجوم المحتمل ايضا لا يخرجون من بيوتهم. بكل تاكيد هناك حاجه الى التاكد من المعلومات. نعود الى خارطه القوات. كنا نتحدث عن خارطه القوات، نتحدث القوات. عن لواء العمالقه. اللواء العمالقه الويه العمالقه هي 6 وزاد اليها 7 ايضا من مكونات تهاميه من شباب تهامة ايضا، هو اللواء السابع بقياده الكنيني من ابناء حيس. الالويه السادسه، الالويه السته السابقه كلها تنتمي الى ابناء الجنوب، ويعني تحديدا تنتمي الى الثقل الجغرافي في ردفان والضالع ويافع بالتحديد. يعني القائد العام لهذه القوات هو ابو زرع المحرمي كقائد معلن من قبل الامارات ومنصب ايضا كقائد لجبهه الساحل الغربي حسب التسميه الإماراتية. وكأن في الموضوع إيحاء بأنها تمتلك الساحل الشرقي هناك على الخليج، ولديها سيكون هنا ساحل غربي، بينما هو الساحل اليمني والساحل التهامي معروف أيضا الممتد على شريط الحديدة مثلا. من باب المندب إلى الحديدة يراد له بأن يكون تحت قيادة إماراتية خالصة، ويراد بأن يتسلل إليها طارق يعني كسارق لهذه الانتصارات أيضا. ولا أعتقد ليس هناك وجود يعني فمنك ليس هناك وجود لقوات طارق في المشاركة في هذه العمليات. أما أنا أتحدث عن شخص طارق، أنا أؤكد لك بأن طارق حتى الآن لم يتجاوز منطقة التحيتة ولا حتى الخوخة، لم يتجاوزها حتى في الميدان ليقود حتى كتيبة، بينما بتوجيهات من الإمارات وضغط من الإمارات هناك إحدى الكتائب أو أحد الألوية الذي يتبعوه فقط ليقوم بمهمة الاستلام والتسليم حسب ما تعترف سكاي نيوز الإماراتية نفسها. يعني قالت بأن ما يجري هو تحرير من قبل ألوية العمالقة وتسليم للواء ما يسمى بحراس الجمهورية أو المقاومة الوطنية المسمى أيضا الإماراتي الذي يطلق على قوات طارق عفاش. من يقدمون الدماء والتضحيات ويقدمون البطولات ويقتحمون ويمشطون هم رجال ألوية العمالقة الجنوبيون، ومعهم أيضا رجال ألوية الحديدة وألوية التهامة. أيضا هناك 3 ألوية، يعني ألوية التهامة الأول والثاني والثالث وألوية الحديدة الأول والثاني والثالث كذلك. هناك كتائب منتخبة من هذه الألوية تم يعني هي وألوية ولواء الزرانيق أيضا، وهو الذي يقود البطولات الآن حاليا في تصفية يعني في تمشيط الجاح وما يؤدي إلى قرى العباسي من قرى غرب بيت الفقيه. وهناك أيضا معارك حقيقية تحدث للتمشيط أيضا لتأمين وتوسيع رقعة التواجد العسكري. القيادة الميدانية على الأرض هي لعبد الرحمن اللحقي قائد اللواء الثالث عمالقة أيضا، وهو صاحب الكلمة الفصل على الميدان تماما في تعيين من يراهم في قيادة العمليات الميدانية. لكن السؤال المحوري يقول يعني بما أن اللواء عمر سقاف قائد محور الحديدة المعين من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي، لماذا لا يمكن حتى الآن من مهمته مثلا؟ لماذا حتى الآن لا تزال الشرعية غائبة تماما عن قيادة هذه المعارك أو عن إشراكها على الأقل؟ لماذا لا تزور القيادات العليا للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية هذه الجبهة بالتحديد؟ لزيارة هذه المنطقة. هل سنكون يعني أمام مخا جديدة مثلا في النموذج الحديدي الكبير مثلا؟ المخا منذ أن حررت لا تزال حتى اليوم محرمة على محافظة تعز، محرمة على القيادة العسكرية اليمنية. هل ستكون الحديدة محرمة أيضا على المسؤولين الحكوميين في اليمن؟ طيب دعنا نشك يعني سنتناول هذه النقاط لاحقا أستاذ وديع، لكن دعنا نشك الآن في الحوار عبد الرحمن المشرعي أمين عام ملتقى أبناء تيام الذي ينضم لنا عبر الهاتف الآن. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن.
أستاذ عبد الرحمن تسمعني؟ سيد عبد الرحمن؟ إذن يبدو أنه انقطع الاتصال مع السيد عبد الرحمن مشرعي من عم ملتقى أبناء تهامة، سنحاول إعادة التواصل معه الإخوة في الكنترول. إذن أستاذ وديع، نتحدث عن طبيعة المعركة الآن، ما هي السيناريوهات المتوقعة لدخول الحديدة من خلال يعني المعطيات الحالية على الأرض، على مناطق تواجد القوات المشاركة في القوات المشتركة وكذلك قوات التحالف؟ هناك خطة يبدو أنها مدروسة في الإطار العسكري، أيضا تعتمد على الطيران للتمشيط وقطع التعزيزات تماما، يعني كل التعزيزات المتجهة إلى جبهة القتال يتم استهدافها أول بأول، وبالتالي أصبحت القوات المحدودة المتواجدة داخل هذه المناطق التي تجري فيها المعارك مكشوفة تماما، كونها لا توجد جبال، فقط يحتمون في المزارع وفي غابات ما يسمى بالمعنى الشعبي السول، يعني أحد الأشجار الشوكية الصحراوية التي تنتشر بشكل عشوائي، وبين غابات النخيل والدوم أيضا الحوثيون يتمترسون خلفها أو يزرعون آلاف الألغام التي تعيق تقدم يعني الألوية التي تعمل في الميدان. لكن العملية لن تكون صعبة، خصوصا وأن الأنباء الواردة إلينا من الحديدة تقول بأن الحوثيون يعيشون حالة هلع حقيقي وفزع، وبعضهم قد نزح الآن ونقل عائلته إلى خارج الحديدة وعادوا إلى بلدانهم ومناطقهم في 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 إب وفي حقة وفي ريمة وفي في هذه المناطق التي جاءوا إليها، وبل وأصحاب صعدة وعمران هذول قد هربوا يعني بشكل قبل يومين أو ثلاثة أيام، يعني قد بدأوا لهم أسبوع يهربوا تباعا. هناك أيضا حالة نهب فوضوي أيضا لبعض المؤسسات والمصالح الحكومية، ونهب غير مسبوق أيضا لاحتياطي النفط الذي كان موجود والمشتقات الموجودة في 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 مخازن ميناء الحديدة، بشكل يجعل الحوثيون مؤمنين تماما بأنهم لن تبقى لهم قائمة في الحديدة. طيب، يعود إلينا الأستاذ عبد الرحمن، أهلا بك مجددا سيد عبد الرحمن المشرعي. مرحبا أخي العزيز، هل تسمعني؟ معالج أكثر عندنا سيئة الآن صوت جيد، أهلا وسهلا بك إلى المساء اليمني. ضعنا في تفاصيل ما جديد لديك من معلومات حول معركة الحديدة ومعركة تحريرها بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة لمعركة تحرير الحديدة، بدأت كما تعلمون منذ عدة أيام وانطلقت رسميا، أو أعلن التحالف بالأمس كان انطلاق هذه العملية عملية تحرير الحديدة، وقبل بدأت القوات بالتقدم نحو الحديدة، والآن حسب آخر المعلومات بأن قوات التحالف والشرعية والمقاومة والجيش هي في منطقة النخيلة التي تبعد عن مركز المدينة أو مركز محافظة الحديدة بما يقارب حوالي 30 كيلومتر. النخيلة تبعد عن الحديدة بما حوالي 30 كيلومتر. حسب معلوماتي الأخيرة قبل حوالي نصف ساعة بأن القوات تقدمت والآن هي في هذه المنطقة، منطقة النخيلة. نعم. أما ما يسعى يعني المطار أو دفتر دخل الحديدة أو فلان صحيح ولم يسمع به، وهو أي معلومة من هذا النحو تعتبر معلومات غير دقيقة. طيب، الآن برأيك يعني في سياق المعارك وفي سياق ما تسمعه من أخبار، هل تعتقد أن المعارك هذه المرة ستكون متسارعة بشكل أو بآخر، يحسم المعركة ويعطي نوعا ما أكبر قدر من الأمان بالنسبة للمدنيين في يعني في وضع صعب في نهاية المطاف؟ هو لابد يا أخي العزيز، هو لابد من الحسم السريع. تكون بأن عملية الانطلاق تم خلال الأسبوع الماضي إلى منطقة النخيلة ومنطقة الدرهي، هي كانت عملية مبادرة وعملية سريعة على خط الساحل. كنا نتمنى أو نأمل بأن لو كان هذه العملية استمرت كنوع من المباغتة ودخلت إلى أطراف المدينة كانت صدق أمامها ممهد تماما، يعني لن تكون هناك صعوبة كما اعتقد البعض أو بعض. بالعكس، العملية أو انطلقت من مسافة بعيدة جدا مصاربة لمديرية الحلفة والخوخة، انطلقت مسافات ما يقارب حوالي 70 كيلومتر. هذه المسافة الواسعة لم يكن أي احترام أمامها، وبالتالي لو كانت انطلقت أكثر أو استمرت في الانطلاق أعتقد بحسب علمي وحسب معلوماتي أنها كانت ستتقدم إلى مسافة قريبة جدا لمركز المحافظة. اليوم أيضا لا نقول بأن هذا سيء، إنما نقول بأن ما حصل كان عمل جيد، كان عمل كبير، كان عمل مباغت، كان عمل رائع، عاد الأمل لجميع الناس، عاد الأمل للمواطنين كامل الذين كانوا قد يعانون الأمرين في ظل هذه الميليشيات الانقلابية المسلطة على البلاد. لهذا تقدم مقدرات هذه المحافظة التي تقدم بمليارات شهريا، هذه
هذه المحافظه التي لا قطعت عنها او قطعت محافظه وتحرير الحركه تعتبر تحول تماما. هذه المحافظه التي تمثل الشريان الاساسي للحركه، هذه المحافظه التي تمثل لها الحرير الوليد، وبالتالي سنجد بان اسباب يقدر ان يضخ الحق مليارات للاسف بناء الهام جدا يعتبر ورقه ضخمه للحركه للمفاوضات القادمه. لا ننسى ايضا ان هذا الميناء هو مصدرهم او مدخلهم الوحيد لادخال الاسلحه والمتفجرات والصواريخ الايه. ايضا ان يعتبر ايضا مهما جدا بالنسبه للحركه لادخال الخبراء الايرانيين واللبنانيين وغيرهم. وبالتالي الحوثة متمسكون بالحديدة ومسلمون عليها جدا. يعاني أبناء معاناة كبيرة جدا. أن تكون أكبر بدخول التحرير، أنا أقول أكثر مثلا، تجيب تعي الأمم المتحدة ويعي كل العالم أجمعين بأن عملية تحرير الحديدة وتخريف أبناء الحديدة من الحوثة والإنقلابيين الموجودين داخل المحافظة هو ما سيساعدهم على الخلاص. ما سيكون العمل الإنساني الصحيح وليس بمنطقة عمل التحرير، عمل التحرير هي الموقف الوحيد والمنفذ الوحيد لأبناء الحديدة وأبناء الشهاب بشكل عام وأبناء اليمن كافة لاسترجاع أنفاسهم، لأن بقطع هذه المنطقة كما قلت لكم سوف يعتبر الحوثة في حكم المتين تماما، سوف يعتبر الانقلاب في حكم المتين تماما، وبالتالي فإن عملية تحرير الحديدة هي أهم عملية التي كان يجب أن يبدأ بها التحالف قبل أن يبدأ بأي مكان آخر. عمليه تحرير عدن ان يستمر التحرير الى الحديده مباشره. لماذا؟ لان لقطع السواحل تماما وقطع المناسب الخارجيه الحرم تماما. ما حصل او ما جعل لكن ان تاتي كما نقول بانها خير من ان لا تاتي. نقول بان نحن الان ننتظر من التحالف ان يستمر في هذه العمليه، ننتظر من التحالف ان لا يتجاوب مع الضغوط الدوليه، ننتظر من التحالف ومن المقاومه ومن الجيش ان يعملوا بكل قدراتهم وبكل طاقاتهم وسيجدون ابناء الحديده سيجدون ابناء الحديده كل الترحاب، سيجدون ابناء الحديده كل الترحاب وكل القبول، الكل منتظر ساعه الخلاص، الكل منتظر دخول التحالف، الكل منتظر دخول المقاومه، الكل منتظر الجيش، الكل على استعداد للمشاركه في هذا العمل اذا فقط باقي توصل امر الدخول او تم دخول التحالف او المقاومه الى المحافظه. طيب استاذ عبد الرحمن وانت تتحدث من المخا تقريبا، ما هو موقع المخا من مساله الرفض الحديدة من ناحية الإغاثية والإنسانية وأيضا ربما لحتى يعني قد تكون وجهة محتملة للنزوع في حال ما استمرت المعارك بشكل أو بآخر في الحديدة لفترة معينة؟ نعم أخي العزيز، المخا تعتبر كمصطلح عسكري أعتقد إن كان ما يكون صحيح هذا الكلام، تعتبر هي مؤخرة لكل الجيش والمقاومة المتقدمة في الساحل جهة الحديدة. المخا يعتبر نقطة انطلاق لجميع الساحل، جميع التكالات التي فيها المقرات التي فيها الجيش والمقاومه بشكل عام، وايضا توجد فيها مقرات المنظمات الاغاثيه في هذه المدينه، وبالتالي هذه المدينه اصبحت تمثل مركز تمحور، اصبحت تمثل مركز انقلاب، اصبحت تمثل مركز انساني كبير جدا، ايضا استقطاب النازحين، سنجد ان كثير من النازحين من ابناء المناطق الاخرى سواء كان في حيفا او الخوخه او غيرها في البدايه كانوا يزوحون الى فين؟ كانوا يزوحون الى المخا. نتوقع ايضا ان في خلال الايام القادمه اذا تمت اي مشاكل في الحديد وفي حرب الجيش والمقاومه لتحرير المحافظه، اذا حصل نزوح ايضا سيكون هذا النزوح في اتجاه الجهات الجنوبيه المحافظه، يعني جهه المتحده، جهه الخوخه، جهه المخا، هذه الجهات. ايضا المخا تعتبر هي نقطه القيادات العسكريه بشكل عام، وجميع القيادات المدنيه، وجميع القيادات المجتمعيه الموجوده في المحافظه، ايضا المخا تعتبر مقر او تعتبر نقطه انطلاق للجميع. أشكرك إذا أستاذ عبد الرحمن المشرعي من عام ملتقى أبناء تيامة، كنت معنا بالهاتف من المخا. بالعودة إليك أستاذ وديع، يعني في سياق الحديث عن العملية العسكرية لتحرير الحديدة كان هناك بيان أيضا للحكومة يعلن عن عملية التحرير، حديث من الرئيس عبد الرب منصور هادي ربما كان بعد لقاءات في أبوظبي وقبل ذلك في الرياض. كيف قرأت أنت جميع هذه التحركات أو المواقف السياسية بالتزامن مع المعركة؟ أنا أضع زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى أبو ظبي في السياق الإيجابي لترشيد على الأقل العلاقة بين الإمارات والحكومة اليمنية في إطار التحالف والهدف المعلن حول نصرة الشرعية في اليمن، هذا شيء.
ثانيا اعتقد بانه فرصه للرئيس عبد الرب منصور هادي ان يطلب من الامارات خطوات اثبات حسن النوايا تجاه الجمهوريه اليمنيه وتجاه الشرعيه بالتحديد بالتحديد، خصوصا وان مقربين من محمد بن زايد اكثر من مره يطعنون في شرعيه حكومه بن دغر ويقولون بانهم لا يعترفون الا بحكومه بحاح التي كانت مقربه ايضا من الحوثيين، وهذه مفارقه ايضا. اعتقد بانه فرصه الان للحكومه الشرعيه ايضا بان تطلب المشاركه الفعليه في معركه الحديده وبان تطلب ايضا المشاركه الفعليه في اعمال السلطه الدوله داخل مناطق او ما يمكن تحريره داخل الحديده ابتداء من الخوخه وانتقالا الى حيس. حتى الان لا يوجد احد صدر له قرار رسمي من رئيس الجمهوريه او من يليه من الجهات الشرعيه تم تنفيذه حتى الان بشكل يعني يجعلنا نطمئن بان الامارات تقبل بقبول الشرعيه في 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 المناطق المحرره. اتمنى بان يعني يذهب منح الحوار ايضا في هذه الحلقه الى الجانب الانساني وهو الجانب الاكثر الحاحا في هذه القضيه. في هذا السياق كان هناك تصريحات للمبعوث الاممي الى اليمن يتحدث عن بيان انه ان التطورات العسكريه في الحديده مقلقه للغايه والتصعيد العسكري سيكون له عواقب وخيمه. ما طبيعه اثر العمليات العسكرية على المدنيين في الحديدة والجانب الإنساني؟ دعني أكون معك صريح بأن هناك فشل، يعني بوادر فشل إنساني في إدارة المعركة داخل الحديدة. لا يزال حتى الآن منذ 28 مايو حتى الآن بداية المعركة التي انطلقت نحو الحديدة نحو ميناء الحديدة بالتحديد، هناك عشرات الأسر التي نزحت أو تم إخلاءها من القرى التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يجدوا حتى الآن مأوى لهم، يعني إما يستوعبهم بعض أقاربهم. وقبل 3 أيام أو 4 أيام يعني الحوثيون ذهبوا لينقلوا بعض الأسر التي أصبحت بدون مأوى، وذهبوا ليقيموا لهم معسكرا في مناطق أصلا هي مستهدفة ومناطق عسكرية معلنة من قبل التحالف، وهي منطقة مطار الحديدة وما حواليها أيضا، ذهبوا بهذه الأسر إلى هناك. هذا الشيء. ثانيا لدينا نموذج صارخ أيضا في مسألة الفشل الإنساني لدى التحالف، وهو حيس التي تنزف منذ 5 فبراير إلى اليوم، منذ تحريرها 5 فبراير حتى الآن هذا الشهر الخامس تقريبا، هذا الشهر الخامس تقريبا، حيث لا يمر يوم إلا يفطرون أو يتسحرون على وقع القذائف الحوثية ورائحة البارود. الناس قدموا حتى الآن أكثر من 60 شهيد وأكثر من 200 جريح من داخل مدينة حيس بسبب القذائف الحوثية، والحوثيون يهددون في يعني كل يوم بل يستميتون لاستعادتها لتعويض خسائرهم في المناطق التي ذهبت إليها أغلب القوات العسكرية الموجودة فيها في هذه المنطقة. لماذا يجازف التحالف بتحرير منطقة هو عاجز عن تأمينها؟ ولماذا يترك الناس في هذه المنطقة عرضة للقتل والتدمير والأطفال عرضة للخوف يعني والهلع؟ هذه المخاوف لا زالت موجودة أثناء الحديث على معركة. أخي أنا أؤكد وأقطع يعني باليقين بأنه الحديث عن الملف الإنساني في الحديدة خصوصا في هذا التوقيت هو ليس إلا نوع من المزايدة ونوع من المتاجرة فقط بالملف الإنساني داخل الحديدة. من قبل من؟ وباليمن بشكل عام، من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الدول التي تريد أن ترمي للحوثيين بطوق نجاة فقط، لأنه يعني الآن المناطق التي تصل يعني تحدث فيها المواجهات والتمشيط، مناطق الجاح، مناطق التحيتة، مناطق المغرس، مناطق العباسي وما وراءها غربا، مناطق النخيلة ومناطق الشقيرة، المناطق هذه كلها الناس الذين أصبحوا بدون بيوت ومشردين الآن لم يجدوا من يؤويهم حتى الآن، لا ليس هناك من أي عمل إنساني ولا تتواجد حتى أي منظمة دولية حقيقية تتواجد يعني للالتقاط أو لإغاثة هؤلاء الناس. وبالتالي فإنه يعني الحديث عن أن الحديدة ستكون مؤمنة إنسانيا هذا نوع من الكذب والمزايدة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المنظمات الدولية. عليهم كأطراف دولية يفترض بأنها تنال ثقة الأطراف المتصارعة أو طرفي الحرب في هذه الحرب، عليهم أن يتواجدوا في الميدان على الأقل من خلال أطقم محلية. وأعتقد بأن هناك كثير من أبناء الحديدة وشباب الحديدة في المبادرات والملتقيات والأشياء يعني والأطر الشبابية يعني بإمكانهم أن يتطوعوا للعمل مع الصليب الأحمر أو مع الأمم المتحدة لإنقاذ أهلهم. لكن ما الذي قد يفعله شاب لا يملك قيمة مواصلات لينقذ جريح أمامه؟ ما الذي يمكن أن يذهب أن يفعله مستشفى خال من أي من أي وسائل ممكنة لإنقاذ جريح ينزف مثلا؟ هذا الشيء يعني. وبالتالي فإن حيث نموذج يعني حقيقي لفشل التحالف في التأمين، عملية تأمين التحرير في التأمين وتوفير حتى الإغاثة الكافية. يعني ما الذي قد يفعله يعني سلة تكفي لأسبوعين ورز صيني تعافوه حتى البهائم، وحينما نتحدث يقول لك أنت تتشرط قدو بلاش كذلك أوزنه، يعني إما أن تغيث إغاثة محترمة تليق بكرامة الإنسان
لن تتعامل معه كبهيمة تابعة يعني، وإما أن تسلم المدينة مرة ثانية للحوثي وخلاص يا أخي. الناس الآن يعني أصبحوا يلعنون التحرير داخل حيس، الناس لا ينامون، حالات نفسية وعصبية داخل، أطفال أصبحوا لا يعيشون مثل الناس. إذن كان نموذج تحرير في حيس ليس بالنموذج القابل، يعني لا يمكن القبول بتكراره في الحديدة، ويجب تأمين حيس بشكل أكبر. في سياق الحديث عن بيانات المبعوث الأممي حول معركة الحديدة والتصعيد العسكري، يقول إن التصعيد العسكري سيكون له تأثير سلبي على جهود استئناف المفاوضات السياسية. هل ترى أن هذه العبارة يعني سياق استخدامها صحيح بالنسبة لمعركة الحديدة؟ هل يمكن الحديث على أن معركة الحديدة تعيق عمليات سياسية ما تجري الآن؟ معركة الحديدة يعني تدور في إطار المناورة السياسية من قبل الحوثيون عبر وكلائهم في الدول الحليفة غير المعلنة، لكي يجعلوا من هذه العصابة الميليشياوية الانقلابية شريك على غرار حزب الله في بيروت، وعلى غرار ايضا الاحزاب الشيعيه داخل العراق، لتثبيت يعني الشيعه داخل اليمن، الطائفه الشيعيه باليمن. وانا يؤسفني ان اقول هذا 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 اللفظ ايضا، لانه معركتي في اليمن انا لا اعتبرها طائفيه بل اعتبرها انقلاب وشرعيه، لكن القوى الدوليه ايضا في رغبتها غير المعلنه تريد ان تكرر نموذج لبنان ونموذج العراق في اليمن، بحيث انه يصبح مثلا رئيس الجمهوريه من المنطقه الفلانيه ونائبه يعني ومن الطائفه الفلانيه ونائبه لابد ان يكون هكذا. وكان واضحا ايضا يعني في القائمه يعني بشكل عام، هو في الحديث عن ان التصعيد العسكري سيكون له تاثير سلبي على جهود استئناف المفاوضات السياسيه، هل الحديث عن التجربه السياسيه، تجربه الحوار السياسي مع الحوثيين، ترى انها مجديه في لأن توقف معركة مثل معركة تحرير الحديدة التي قد تحدث في نهاية المطاف خرقا كبيرا في إنهاء الانقلاب؟ سأقول لك، طالما الإطار العام لأي مفاوضات مع الحوثيين ستأتي في إطار المرجعية الثلاث، وهي مخرجات الحوار والقرار الدولي ومؤتمر الرياض، فأعتقد بأنه يعني أي مناورة أو أي مقايضة ستخرج عن هذا الإطار، وتسليم السلاح من قبل الحوثيين معناها بأنه هناك بيع لمستقبل اليمن. لا يمكن نحن كيمنيين أن نقبل أي حلول تقفز على مخرجات الحوار الوطني التي حلت كل مشاكل اليمن بأثر رجعي لأربعين سنة متأخرة. يعني قد كان معنا حلول تكفي لأن نبني مستقبل ونذهب إلى انتخابات ونختار رئيسنا بكل سلاسة، لكن الحوثيون كعصابة يريدون أن يثبتوا أنفسهم. وكنت أستطرد معك في الحديث قبل قليل بأنه مثلا القائمة التي أراد أن يمليها الصريع صالح الصماد على عبد الرب منصور هادي غدت احتجازه في منزله في شارع الستين بعد سقوط صنعاء، وكان يريد أن يفرضوا عليه نائب رئيس جمهورية، يريدون أن يثبتوا في الدستور القادم نائب رئيس جمهورية مثلا يكون حوثي على أساس حفظ الأقل احترام الأقليات في اليمن. ليس هناك يعني أقليات في اليمن يمكن أن تستحوذ وتتحدى رغبة اليمنيين في يعني إجماليهم، محاولة صنع نموذج لما هو حاصل من محاصصة طائفية ربما. تمام هذا الذي أقصده تماما، وهو الذي يريد أن يثبته المجتمع الدولي في يعني بمبرر الحفاظ على حقوق الأقليات. لكن أنا أؤكد بأنه معركة الحسم لابد أن تمضي، لأنه أي تسوية سياسية بإمكانها أن تؤجل حرب للأسف ستكون أعمق وأطول زمنا. يعني أشكرك جزيل الشكر أستاذ وديع عطاء على تواجدك معنا في هذه الحلقة للحديث عن معركة تحرير الحديدة ومستجداتها، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء منصور النقاش ومحمد المقبلي وجميع الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.